السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. اشتباك ضربة قريبة. سيارة مفخخة الآن. قتال شرس في الموصل القديمة ونابلس آخر الأحياء المحررة. الجيش السوري يسد هجمات المسلحين على محور القابون جوبر ويستعيد العديد من النقاط. مناورات إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة المحاصر، وحماس تحمل الاحتلال مسؤولية أي تصعيد. تظاهرات في بيروت رفضا لسياسة فرض الضرائب على أصحاب الدخل المحدود. الجيش اليمني يتوعد بضرب أهداف أبعد من الرياض بعد إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة جوية قرب الرياض. مرحبا بكم. تواصل القوات العراقية تقدمها في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وسط اشتباكات عنيفة تدور مع مسلحي التنظيم. قد حررت القوات العراقية حي نابلس ومنطقة الملوثة ومطحنة ومحطة وقود الراشدي غرب الساحل الأيمن. هذا وقد أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر أن القوات العراقية باتت على بعد 600 متر من جامع النوري والمنارة الحدباء، كما حرر قريتي الجماسة والمأمل بمحيط بادوش. اشتباك ضربة قريبة. سيارة مفخخة الآن. ادخل جوا. نعم. هذا هو الخط الأول، هذا خط التماس الأول، خط الصد الأول المباشر، خطوط التماس بين القوات العراقية. نتحدث هنا عن شرطة اتحادية وقوات الرد السريع في هذه النقطة بالذات مع داعش. نحن نحاول قدر الإمكان ترتيب وضعنا الأمني لأن هناك قنص بشكل كبير، وننتظر أيضا وصول الزميل عبد الله بدران سينضم معنا. الميادين في هذه الأثناء. قيد. نعم، هذا هو إطلاق صاروخ. إطلاق الصاروخ. قدرت تاخده وين إجا؟ اللي داعش فيه قريب جدا رانا. نعم. بحسب معلوماتنا وبحسب الرصد، المبنى الذي باللون الأخضر المغلف بما يعرف بالإيكو بوند فيه قناص من مسلحي داعش. لذلك القوات العراقية تحاول قدر الإمكان خلال هذه المواجهات وحرب العصابات وحرب الشوارع أن تزيح مفارز قناصي داعش، على اعتبار أنها العائق الأساس عسكريا للقوات العراقية. القوات العراقية تتحرك باتجاه الجامع النوري. التعزيات التي استخدمتها هي لعمليات استبدال طبعا للقوات الموجودة، سحب ودفع، وهذه من ضرورات المعركة والميدان، ولإبقاء وتيرة واحدة لدى القوة العراقية في ضغطها على مسلحي داعش وباتجاه تحركها صوب أهدافها. بالنسبة للحضور، يعني هناك رئيس أركان العمليات يتواجد. هذا ما أردت قوله، تفضل. نعم. وهناك قائد العمليات وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب وكل القيادات المسؤولة عن محاور العمليات. هذه الضربات هي ما بين الطيران وما بين شمال العقيادات والسكة، وما نسمعه الآن هو قنص
هو رصاص قنص، وهذه قذائف المورتر في هذه الأثناء التي يركز من خلالها العراقي. تنضم إلينا من الساحل الأيمن لمدينة الموصل وفدة الميادين سلمى حاج. سلمى، لو تضعينا في صورة آخر المعطيات وما المنجز اليوم؟ نعم رامية، المعطيات حتى الآن هي تواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة في قلب الأحياء القديمة لمدينة الموصل. أبرز المنجز هو تحرير، حديثا هذا الأمر تم تحرير حي نابلس، حي نابلس تم تحريره، وكذلك تحرير حي الملوثة، وهذا الحي الذي يشرف على حي التنك وحي المعاش وحي اليرموك، بالتالي هذا يعني بأنه داعش بات محاصرا داخل المناطق الشمالية، بمعنى داعش لا يستطيع الفرار إلى أي جهة كانت، هو أصبح مخنوق فعلا بالمعنى العسكري، باعتبار أن على يمينه ضفة دجلة، نهر دجلة المياه، وما بعد المياه هناك ساحل أيسر محرر، وهناك قوات عراقية تفرض سيطرتها بكل قوة، لا يستطيع أن يتحرك لا شمالا ولا يمينا. من الجهة الأخرى على المحور الغربي، طول المحور الغربي للساحل الأيمن للموصل، هناك جيش مدعوم بالحشد الشعبي، هناك قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وفي الموصل من هذه من الناحية الجنوبية للساحل الأيمن للموصل هناك فرقة الرد السريع وهناك الشرطة الاتحادية. يعني داعش ساقط بالمعنى العسكري، وفي أي مكان أي مفرزة لتنظيم داعش باتت بيد القوات الأمنية العراقية، سواء من الفرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية أو حتى جهاز مكافحة الإرهاب. هذا يعني بأنه تحرير الوصول إلى الأزقة القديمة وإلى المسجد النوري بات قاب قوسين أو أدنى، قد تكون هناك مفاجآت سواء من القوات الأمنية العراقية التي تبادر إلى الهجوم، تبادر إلى الدخول، تبادر إلى التوجه باتجاه مفارز داعش، سواء من خلال الضربات الجوية، الطيران الحربي العراقي أو الطيران العمودي، أو حتى من خلال الاشتباكات المباشرة على خطوط التماس بشكل مباشر ومواجهة مباشرة. ونتحدث هنا عن مفارز داعش أصبحت تضم عشرات المقاتلين، ربما أكثر من 20 مقاتل في كل مفرزة، بعد أن كان عددها خلايا صغيرة جدا، نتحدث عن 5 أو 6، الآن نتحدث أكثر من 20 مقاتل في المفرزة الواحدة. هذا يعني أنه الاشتباكات عنيفة جدا، هذا يعني أنه القوات المشاة الراجلة على الأرض يتطلب منها حضور أعداد كبيرة، لأنه القتال لا يتم بين جيشين نظاميين، بين قوات نظامية، قوات واضحة تحت الشمس، هدفها واحد، دحر العدوان، دحر الإرهاب من الساحل الأيمن للموصل وتحريره بالكامل، وحرب عصابات، هناك حرب عصابات سواء من خلال القنص من بناء إلى بناء، عمليات كروفر، أو حتى من خلال اتخاذ المدنيين كدروع بشرية. للأسف هناك نسبة من المدنيين متواجدة في الأحياء القديمة بشكل كبير جدا، نساء وأطفال، نتحدث عن هذه الدروع البشرية، إضافة إلى السيارات المفخخة والجرافات المفخخة. اليوم هناك انفجرت سيارة مفخخة على خطوط التماس بين الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وبين تنظيم داعش. طبعا هناك أكثر من صاروخ، اليوم يمكن القول بأنه يوم عنيف قياسا باليومين الماضيين، الجبهة كانت ساخنة ومشتعلة، نتوقع الأكثر في الأيام المقبلة، لأنه في الساعات الأخيرة هناك ارتفاع لوتيرة المعارك، وأكثر من ذلك داعش يستميت في بالحفاظ على أحياء الموصل القديمة وخاصة على مسجد النوري لما له رمزية. قد يلجأ داعش إلى التفخيخ، هذا وارد بشكل كبير، سواء المسجد أو حتى غير المسجد، أصلا البيوت أو الطرقات المؤدية إلى الأزقة القديمة والموصل القديمة كلها مفخخة، والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع تتخذ طرقات ترابية جانبية. حتى الآن الاشتباكات مستمرة والوتيرة على حالها. نعم، كل شكر لك سلمى الحاج ولكل فريق الميادين المتواجد في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. أكد الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامر للميادين أن الحدود السورية مقطوعة بالكامل من غرب تل عفر، ولا يستطيع تنظيم داعش العبور، كما قطعت الإمدادات عبر سوريا، لذا جرى القطع بين معركة الموصل وتحرير المنطقة بالكامل.
حدود سوريا مقطوعة بشكل كامل من غرب تل الأحمر، ولا يستطيع داعش العبور مطلقا. جعلنا هناك خط بارليف لا يستطيع العدو كسره، ولذلك قطعنا كل الإمدادات التي تأتي عبر سوريا. المرة الثانية، المرحلة الثانية، بذلنا كل الجهد أن يكون قطع بين معركة الموصل ومعركة تل الأحمر، ولذلك كانت هذه العملية وهو القطع بين معركة الموصل ومعركة تل الأحمر. وقام الأبطال من فرقة الجيش العراقي التاسعة بالإضافة إلى فرقة الإمام علي القتالية الحشد الشعبي وفرقة العباس القتالية الحشد الشعبي بهذه المهمة، وهو قطع الطريق بين الموصل وتل الأحمر وتحرير هذه المنطقة بشكل كامل. وعن معركة تل الأحمر قال العامري إنها لم تتأخر، ولكن كان الأفضل البدء بمعركة الموصل خشية أن يتحول الدواعش إلى الساحل الأيمن، ما من شأنه تعقيد المشهد. لم تتأخر معركة تل الأحمر، وإنما كان لدينا أولا أن نبدأ بمعركة الموصل ثم نبدأ بمعركة خشية أن يتحول الدواعش الموجودين في تل الأحمر إلى الساحل الأيمن ثم يعقد المشهد والمعركة في الساحل الأيمن. الآن بعد القطع إن شاء الله كل الأبواب مفتوحة، وبالتأكيد أدنى خطة إن شاء الله عملنا أن تتحرر الساحل الأيمن والمنطقة المحصورة بين الموصل وتل الأحمر، نأمل أن يكون في آن واحد. النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن الويزي أكد أن جميع المحافظات شاركت في إغاثة النازحين من أبناء المحافظة وإيوائهم. وفي تصريح للميادين قال أن حملة الحشد الشعبي لأجلكم كان دورها فعالا. يعني هي معركة كبيرة، هي معركة إنسانية ومعركة عسكرية، ولم يكن إخواننا من منتسبي الحشد الشعبي والقوى الأمنية الأخرى أقل شجاعة على مواجهة المعركة الإنسانية مثل ما كانوا بمستوى الشجاعة ومستوى الطموح في مواجهة المعركة العسكرية وتحقيق النصر الناجز. أيضا كانوا حاضرين في المعركة الإنسانية. نداء المرجعية الأخير أضاف إضافة نوعية. الحملة التي أطلقها الحشد الشعبي لأجلكم أيضا كانت حاضر ودورها يعني لمسناه موجود وفعال. نائب رئيس الوزراء العراقي السابق سلام الزوبعي دعا في اتصال مع الميادين إلى مشروع وطني لبناء دولة مدنية تحاسب الذين تلاعبوا بأمن البلاد والفاسدين. وعلينا أن نتذكر بأن العراقيين منذ فترة قد أصروا على مواجهة هذا العدو وتقديم التضحيات. وأنا أقول من هذا المكان، لو أن العراقيين ترك لهم الأمر بأيديهم وبإرادتهم لانتصروا على داعش منذ فترة طويلة، ولكن هناك فرض سيطرات وفرض هيمنة وأطماع، ويتحمل الجانب الأمريكي مسؤولية كل ما حصل في العراق وكل ما يحصل من انتكاسات في العراق، ونحمله دماء الشهداء وتضحياتهم، ونحمله هذه المعركة التي اختلت فيها القيم والموازين. أنا أقول بأن داعش مهما تمترس بالمدنيين ومهما تظاهر فإن نهايته قريبة، وقد انكشفت هذه اللعبة السخيفة. إلى سوريا، حيث استعاد الجيش السوري في شمال شرق دمشق بناء شركة الكهرباء على محور القابون جوبر من جهة الكرجات، ويعمل على استعادة كامل منطقة شركة الخماسية ورحبة المرسيدس. وكان الجيش السوري قد صد محاولة تسلل إلى منطقة العباسيين ويواصل هجومه المضاد. في المقابل أعلنت هيئة تحرير الشام بقيادة النصرة وفيلق الرحمن وفصائل أخرى في الغوطة الشرقية بدء معركة ضد الجيش السوري في حي جوبر، أطلقوا عليها تسمية يا عباد الله اثبتوا. ومن العاصمة السورية تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين هناك ديما نصيف. ديما، لو تضعين في صورة المشهد الآن، ما حجم الاختراق؟ ما حجم ما تم استعادته والمتبقي من النقاط التي استطاعت تلك هيئة تحرير الشام الوصول إليها؟ هو على الأقل نستطيع القول رامية بأن الهجوم قد تم استيعابه بالكامل، يعني لم تتمكن المجموعات المسلحة من التقدم إلى أي من النقاط التي يعني إلى نقاط أخرى من النقاط التي تمكنت من السيطرة عليها صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم، بعد تفجير عربتين مفخختين على محورين مختلفين من منطقة جوبر. طبعا الجيش استعاد شركة الكهرباء وتمكن أيضا من فك الحصار حول مجموعة من العناصر كانت في منطقة قريبة، تمكن المسلحون من أيضا الاقتراب إليها. طبعا الطيران يعمل بشكل مهم جدا في تلك المنطقة من أجل ضرب القواعد الخلفية للمسلحين ومنع أي إمكانية للمؤازرة أو حتى وصول
عناصر جديدة تهاجم مع المجموعات المهاجمة. كما أكدت المصادر العسكرية بأن الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير. طبعا لا تزال اشتباكات يعني قائمة، وخاصة الآن بات الليل مخيما، وبالتالي هذا يصعب قليلا من الاشتباك إلى حد ما، خاصة الاشتباكات القريبة. المدفعية أيضا عملت بشكل مهم جدا في هذا الاشتباك، لكن يعني التوقعات بأن لا تدوم أو لا يدوم هذا الاختراق فترة طويلة، على اعتبار أن المجموعات المسلحة لم تتمكن من إحراز الهدف، وهو الوصول إلى أي من مشارف العاصمة دمشق، وبقي الهجوم محصورا في جيب وحيد تمكنت من خرقه، يقع إلى الشمال من كراجات العباسيين أو ما يسمى بكراجات العباسيين، لكن طبعا هو في منطقة من القابون أو في يعني أطراف حي القابون، إلى جانب طبعا نقاط في بعض الأبنية المتواجدة هناك. لكن كما قلت لك يعني وحدات الجيش السوري تعمل على ضبط واحتواء هذا الاختراق وإنهاء عملية التسلل التي قامت بها المجموعات المهاجمة. شكرا جزيلا لك ديما نصيف، مديرة مكتب الميادين في دمشق، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية. بعد يومين على المواجهة بين الطائرات الإسرائيلية والدفاعات الجوية السورية، هدد وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتدمير هذه المضادات إذا تصدت مجددا للطائرات الإسرائيلية. وزعم ليبرمان بأنه ليس لدى إسرائيل أي رغبة في التدخل بما يحدث في سوريا، وأكد أن إسرائيل ستواصل العمل لمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله في لبنان. استدعاء الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي في موسكو على خلفية الاعتداء الأخير على سوريا أثار قلقا في إسرائيل، وطرح أسئلة حول خلفياته وتداعياته. نتابع التفاصيل في التقرير الآتي. البطاقة الصفراء التي رفعتها روسيا في وجه إسرائيل من خلال استدعاء الخارجية الروسية للسفير الإسرائيلي في موسكو جيري كورين بعد الاعتداء الجوي فجر يوم الجمعة الماضي الذي ترك أصداء قوية داخل إسرائيل، طرحت أسئلة عن دلالاتها وتداعياتها. خطوة استدعاء السفير الإسرائيلي عدت بحسب صحيفة يدعوت أحرونوت خطوة غير مسبوقة وخارجة عن المألوف، لكونها جاءت غداة تقديمه أوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعد 10 أيام على لقاء الأخير مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في موسكو، فضلا عن كونها المرة الأولى التي تستدعي فيها الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي منذ تكثيف الحضور العسكري الروسي في سوريا قبل أكثر من عام ونصف عام. معلقون قالوا أنه ليس واضحاً ما الذي أثار حفيظة الروس ودفعهم للإعراب علناً عن غضبهم من الهجوم من خلال استدعاء مغطى إعلامياً للسفير الإسرائيلي إلى محادثة توضيحية لا بالطريقة المعتمدة من خلال نقل الرسائل سراً. ومع ذلك كان السؤال الأكثر إثارة للقلق في إسرائيل هو هل كان القرار السوري بالتصدي للطائرات الإسرائيلية بموافقة ومعرفة روسيتين؟ أنا أفترض أن المظلة الروسية والنجاحات التي حققها النظام وفق رؤيته في ميادين المعركة تمنحانه نوعا من الثقة والأمان. بخصوص الروس أنا لا أعلم، لكن أشك في أن لهم دورا في إطلاق الصواريخ السورية، ومن الصعب علي أن أصدق أن الدفاعات الجوية السورية تطلق النار من دون موافقة روسية فطائراتهم في الجو. صحيفة إسرائيل اليوم المقربة من نتنياهو قالت إن هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا وتسلسل الأحداث بعده أديا لأول مرة إلى مواجهة علنية بين إسرائيل وروسيا. هذا التطور غير المخطط له برأي الصحيفة، يجب أن يقلق إسرائيل خشية من أن يغير الروس سياسة اللامبالاة التي أبدوها حتى الآن تجاه الهجمات الإسرائيلية في سوريا. وصل وفد يضم 7 أعضاء في مجلس نواب الشعب التونسي إلى العاصمة السورية دمشق، وأفاد مراسل الميادين أن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين السوريين وسيبحث العلاقات التونسية السورية وسبل إعادتها إلى مسارها الطبيعي. وفي أرضنا المحتلة فلسطين، استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات من الاحتياط للمشاركة في مناورة في المنطقة الجنوبية مقابل قطاع غزة المحاصر. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المناورة تتضمن سيناريوهات عملانية مختلفة مع التشديد على المنطقة الجنوبية. وقال الجيش الإسرائيلي إن المناورة مخطط لها مسبقا وتهدف إلى الحفاظ على جهوزية الجيش.
القيادي في حركة حماس معي رضوان أكد لمراسلة الميادين أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن تصعيد أو عن أي تصعيد ضد قطاع غزة. رضوان أضاف بأن إسرائيل تحاول تصدير أزماتها الداخلية تجاه القطاع، مؤكدا أن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لن توقف المقاومة. ومن قطاع غزة المحاصر ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي سيد حمزة أبو شنب. مرحبا بكم سيد أبو شنب. انطلاقا من هذه المناورة الإسرائيلية وكلام القيادي إسماعيل رضوان، ما الذي يمكن أن يفهم من ذلك؟ لا أعتقد أن المناورة تأتي في إطار الاستعدادات الإسرائيلية بصورة حقيقية تجاه مواجهة مع قطاع غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي استخلص مجموعة من العبر. هذه مناورة لوائية مدرجة على جدول أعمال جيش الاحتلال، ولكن مثل هذه المناورات أتت في هذا تطور للمقاومة الفلسطينية والمقاومة بشكل عام في المنطقة، أن الجيش الإسرائيلي أصبح يفكر في آلية الدفاع، أي أن هذه المناورة تحاكي هجوم مفاجئ من قبل المقاومة سواء على جبهة الشمال أو على جبهة الجنوب بالنسبة لدولة الاحتلال. لذلك باعتقادي هذه المناورة تأتي في هذا التوقيت ضمن مجموعة من المناورات التي جرت خلال الفترة الأخيرة، ولكن لا أعتقد أنها هي مبيتة لعدوان جديد على قطاع غزة، لأن منطق هذه المناورة منطلق من منطق دفاعي تحاكي ظروف هجوم مفاجئ على جيش الاحتلال. هذا كلام مهم سيد أبو شناب، يعني عندما تقولون بأنه هذه المناورة تهدف لي يعني رصد أو التعامل وسط آلية الدفاع، وكأنه تتحدث بأنه هي تخشى بأن يكون هناك يعني عمل من القطاع باتجاه المستوطنات ربما المحيطة أو أبعد من ذلك، هذا كلام مهم، على ماذا تبني هذه الرؤية؟ باعتقاد هناك تغير في العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي بعد المواجهات التي جرت مع المقاومة في لبنان عام 2006، ثم ما جرت من مواجهات مع المقاومة في فلسطين وفي قطاع غزة بالذات، فأصبح الجيش الإسرائيلي يدرك أنه لا يستطيع، أنه أصبح ليس فقط بإمكانه أن يقوم بغارات وهجمات خارج حدود دولة الاحتلال، إنما أصبح يخشى من هناك من دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي المحتلة عام 48. عندما نتحدث عن تهديدات تصدر من حزب الله تحاكي احتلال منطقة الجليل، عندما نتحدث عن تهديدات من حركة حماس تحاكي دخول في مناطق الغلاف، غلاف قطاع غزة، والدخول إلى مناطق متقدمة من الأراضي المحتلة عام 48، فهذه العقيدة التدريبية للجيش الإسرائيلي تتغير وفق هذا التهديد، أي أن المقاومة استطاعت أن تربك حسابات العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى تجهيز الجبهة الداخلية مع كل هذه المناورات ومع كل هذه الخطوات دائما يحاكى كيف ممكن أن تواجه الجبهة الداخلية، سواء كان هجوم مفاجئ من عناصر مسلحة أو بالعمليات مئات آلاف الصواريخ، 100,000 صاروخ هم يقدرون لدى المقاومة في جنوب لبنان، ويقدرون عشرات آلاف الصواريخ لدى المقاومة في قطاع غزة، فأصبح هذا سيناريو مقلق بالنسبة لدولة الاحتلال، وأصبحت إسرائيل تفكر بمنطقة الدفاع كثيرا، وهذه ضمن العقيدة التدريبية منذ أن تولى أيزنكوت رئاسة الأركان. طيب سيد أبو شنب، ما قاله القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان، قال بأنه إسرائيل تحاول تصدير أزماتها الداخلية تجاه القطاع، يعني بمعنى المناورات والتعامل هي رسائل داخلية، منه الموضوع أبعد من ذلك، مع الإشارة أنه في معادلة جديدة خرجت من غزة ما سمعناها من القسام، الهجوم مقابل الهجوم. ما جرى هو هناك حاولت إسرائيل خلال المرحلة الماضية فرض قواعد اشتباك تخص المقاومة، فكانت تستهدف أهداف حيوية للمقاومة مع كل صاروخ يخرج خارج الإجماع الوطني الفلسطيني، تقوم باستهداف مصالح حيوية واستراتيجية للمقاومة في قطاع غزة، مما دفع المقاومة إلى تحذير الاحتلال من أنه إذا تكرر استهداف المقاومة المصالح الحيوية للمقاومة سيكون هناك رد، وهذا الرد لا أحد يستطيع أن يقدره، مما دفع بالاحتلال بالمعاودة مرة أخرى وتخفيف حدة ردوده على الصواريخ المتفلتة التي تخرج من قطاع غزة خارج الإجماع، أي أن المقاومة نجحت في كبح جماح الاحتلال من أن يتمادى في آلياته وعدوانه على قطاع غزة. لذلك باعتقاد هو يدرك تماما
أن المقاومة في قطاع غزة جاهزة لو أراد هذه المواجهة، ولكن هذه الظروف الداخلية لا تستطيع أن تدفع شخصية ضعيفة كنتنياهو باتخاذ قرار المواجهة. نتنياهو شخصية يسعى ويفكر فقط في الاحتفاظ بمقعد رئاسة الكنيست، لذلك لا أعتقد أن يكون هناك أي مغامرة غير محسوبة في هذا التوقيت، في ظل أيضا تشهد الجبهة الشمالية حالة من التسخين. شكرا جزيلا لك سيد حمزة أبو شنب الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة المحاصر. إلى لبنان، حيث تظاهر الآلاف بدعوة من أحزاب سياسية والحراك الشعبي والمدني في وسط بيروت، وذلك رفضا لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المحدود والفقراء. مراسل الميادين أفاد بوقوع صدامات محدودة بين القوى الأمنية اللبنانية والمتظاهرين. يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حاول مخاطبة المتظاهرين عبر مكبرات الصوت، لكن المحتجين رفضوا الاستماع إليه. متواصلون بتقديم السابعة، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين، والتي نستأنفها من اليمن، حيث أعلن الجيش اليمني إطلاق صاروخ باليستي من نوع بركان 2 على قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض. مصدر في القوة الصاروخية قال لوكالة سبأ إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا خسائر كبيرة في القاعدة. وأكد أن العملية هي رد على استمرار الحرب والمجازر بحق الشعب اليمني على مدى نحو عامين. بيان القوة الصاروخية أشار إلى أن إطلاق الصاروخ رسالة صمود بعد سنتين من الحرب. العاصمة السعودية الرياض هدف للصواريخ البالستية اليمنية للمرة الثانية خلال أقل من شهرين. الصاروخ هذه المرة كان من نصيب قاعدة الملك سلمان الجوية الاستراتيجية وسط مدينة الرياض، وأصابها بدقة وفق القوة الصاروخية اليمنية. منذ بدأنا يعني 140 تقريبا 140 ضربة صاروخية لم ترد منها واحدة، وجميعها حققت أهدافها، وهذا كلام مسؤول. رسائل البالستي اليمني لا تتوقف عند توقيته قبل أيام من إكمال الحرب على اليمن عامها الثاني، وبعد أيام من تصريحات المبعوث الأممي بشأن تسليم الصواريخ اليمنية أو تدميرها كمدخل للحل، وتعدتها إلى تزامنها مع عودة العاهل السعودي من جولته الخارجية. العدوان السعودي تفوق جويا، لكن الشعب اليمني بسلاحه البدائي والبسيط لكن بإرادته القوية وبعدالة قضيته تمكن من تحقيق توازن في الرعب، زائدا ما أنتجه من سلاح متطور متمثل في الصواريخ. بركان 2 ليس صاروخا فقط، بل منظومة صاروخية أيضا طورت محليا يجمع بين الدقة والمدى الطويل، قابلته السعودية بالتجاهل كما حدث مع مثيله مطلع الشهر الماضي، ويعده عسكريون يمنيون تطورا مهما يدشن مرحلة مختلفة بمعادلة جديدة عنوانها جميع المطارات والقواعد والموانئ السعودية تحت مرمى الصواريخ اليمنية. الصاروخ الذي يصل الرياض بمقدوره الوصول إلى ما بعد الرياض، تصعيد يمني في مواجهة التصعيد الميداني للتحالف السعودي على سواحل الحديدة، وردا على مجازره اليومية بحق المدنيين كما قالت القوة الصاروخية اليمنية. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
وفي مقابلة مع الميادين، كشف ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في اليمن صلاح الحاج حسن، كشف عن وجود 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو 8 ملايين في حالة طوارئ غذائية. هناك 17 مليون يمني يعانون من انعدام في الأمن الغذائي، ومنهم 6.8 مليون هم في حالة طوارئ، وهم موزعين على حوالي 7 محافظات. كذلك هناك 3 محافظات في حالة ما بين الطوارئ وحالة الأزمة، وبالتالي نحن نتحدث عن 17 مليون يمني يعانون من أزمة حادة في الأمن الغذائي وسوء التغذية. اتهمت تركيا ألمانيا بدعم شبكة المعارض التركي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة. المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين قال أن التصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني برونو كال تثبت أن برلين تدعم شبكة جولن. وكان كال قد قال أن الحكومة التركية لم تستطع إقناع جهازه بأن جولن كان يقف وراء محاولة الانقلاب في تركيا. وزارة الخارجية التركية استنكرت سماح السلطات الألمانية لأنصار حزب العمال الكردستاني بالتظاهر في مدينة فرانكفورت. نحو 30,000 شخص كانوا قد شاركوا في التظاهر ضد الاستفتاء الذي ستشهده تركيا الشهر المقبل. هبة الله بيطار. أردوغان تيروريست. أردوغان تيروريست. أردوغان ديكتاتور. أردوغان إرهابي، أردوغان ديكتاتور. بعلو الصوت رفعت هذه الشعارات في مدينة فرانكفورت الألمانية. نحو 30,000 شخص من الأتراك الكرد المناصرين لحزب العمال الكردستاني ملأوا شوارع المدينة في تظاهرة معارضة للسلطات التركية. ما بدأ كتحرك بمناسبة عيد النوروز تحول إلى احتجاجات معارضة للاستفتاء على الدستور الذي تجريه تركيا في 16 من الشهر المقبل. رفع المشاركون أعلام حزب العمال وصور زعيمه عبد الله أوجلان على وقع شعارات مطالبة بالديمقراطية. بأشد العبارات دانت تركيا هذه التظاهرة. بيان الرئاسة التركية رأى في سماح السلطات الألمانية بتنظيم هذا التحرك دعما للإرهاب، متهما إياها بالنفاق لسماحها بالتظاهر ضد الاستفتاء، فيما يمنع وزراء ومشرعون أتراك من عقد تجمعات في مدن ألمانية لحشد تأييد الجالية التركية في التصويت على الاستفتاء. على الرغم من التوتر بين البلدين، تبدو أنقرة ماضية في خطواتها التي قد تزيد من حدة الخلافات مع برلين. المتحدث باسم الرئيس التركي أعلن أنه من الممكن أن يخطط وزراء أتراك لتجمع آخر في ألمانيا قبل موعد الاستفتاء، متجاهلين بذلك كل الأزمة التي نشبت خلال الفترة الماضية بسبب تجمعات مماثلة. إلى مصر، حيث أفاد مراسل الميادين باستشهاد مجند مصري في هجوم إرهابي جنوب العريش. بالتوازي بث الجيش المصري مشاهد لغارات شنتها طائراته على آليات ومواقع لمسلحين موالين لتنظيم داعش شمال سيناء. أشار المتحدث العسكري إلى أن الطائرات استهدفت أوكار الإرهابيين وآلياتهم، وأن العمليات الأخيرة أدت إلى مقتل 18 مسلحا في العريش ورفح والشيخ زويد. قضى الجيش الليبي على نحو 40 عنصرا من تنظيم داعش غربي بني غازي، واستعاد السيطرة على القاطع الغربي بالكامل منه، فيما احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعا رباعيا للدفع نحو حل الأزمة في ليبيا. دلول حديدان. القاطع الغربي لمدينة بنغازي شرقية ليبيا بات بالكامل تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. نحو 40 عنصرا من تنظيم داعش قضي عليهم في محور عمارات الاثني عشر غرب المدينة.
غرفة عمليات الكرامة عن طريق سيد العميد ركن عبد السلام الحاسي انتهاء جميع العمليات العسكرية في القاطع الغربي لمدينة بنغازي، وهو القاطع الذي كان يعتبر الرأس للجماعات الإرهابية في كامل المنطقة الشرقية. الآن اجتث هذا الرأس بالكامل من هذه المنطقة. ليست بنغازي فقط من في دائرة اهتمام الجيش الليبي، طرابلس غربا أيضا محل اهتمامه. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد المسماري حذر المجموعات المسلحة هناك من استهدافها للمدنيين على خلفية الاشتباكات التي جرت قبل نحو أسبوع، متواعدا إياها بغضب شامل إذا لم تعد إلى رشدها. الملف الليبي وعلى رأسه أمن البلاد كان محل اجتماع رباعي في العاصمة المصرية القاهرة بحضور أوروبي قوي، حيث شدد الحضور على ضرورة رفض أي تدخل أجنبي في البلاد. المبعوث الأممي إلى ليبيا ربط رفع حظر التسليح عن ليبيا بضرورة وجود جيش موحد. لو كان لدينا جيش ليبي بقيادة واحدة كان سيحصل على استثناءات للتسليح على غرار قوات الحرس الرئاسي في طرابلس. هذه قضية تهمنا جدا، ونحن ندعم الوصول إلى مجموعة قيادة واضحة توحد الجيش الليبي بناء على طلب المجتمع الدولي لضمان وحدة ليبيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ذكرت بمساعدة الاتحاد الأوروبي لليبيا، حيث خصص نحو 120 مليون يورو لتعزيز قدرات المؤسسات الليبية في مواجهة الهجرة غير الشرعية. إن تجارة تهريب البشر جزء من المشكلة التي تواجهها ليبيا. هناك خسائر في الأرواح داخل ليبيا ومن المهاجرين عبر سواحلها، وهذا أمر علينا جميعا تحمل مسؤولياتنا لوقفه. اجتماع آخر عن التطورات الليبية ستحتضنه العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع المقبل، وبعدها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن يبزغ حل للأزمة العصية. في تونس عاد الجدل مجددا بشأن قانون المصالحة الاقتصادية الذي يسعى إلى تسوية وضعية رجال أعمال ارتكبوا تجاوزات مالية خلال فترة حكم النظام السابق. هذا المشروع قُبل برفض شعبي، حيث يخشى معارضون لهذا التوجه تكريس مبدأ الإفلات من العقاب. مراد الدلنسي. قانون المصالحة الاقتصادية إلى الواجهة من جديد. هذا القانون يسعى إلى العفو عن تجاوزات مالية واقتصادية اقترفها مقربون من النظام السابق. تحفظ عدد من الأحزاب على هذا القانون دفع رئاسة الدولة إلى سحبه، واليوم يجري الحديث عن قانون جديد يؤسس لمصالحة شاملة تعده مؤسسة الرئاسة أيضا. باش يتقدم قانون المجلس النواب باش يقدمه رئيس الجمهورية، بطبيعة احنا باش ندافعوا عليه وباش نحث كل النواب باش يوافقوا عليه، واعتقادي انه يكون خطوة أولى نحو إعادة البناء في البلاد. تظاهرات عدة شهدتها تونس تنديدا بما عد توجها نحو العفو عمن سرقوا المال العام ابان نظام بن علي، لكن السياسيين يحذرون من أن تونس خسرت الكثير اقتصاديا نتيجة لمصالحة، حيث منع رجال الأعمال المتهمون بالفساد من ممارسة أي نشاط وجمدت أرصدتهم. هنا يطالب سياسيون باستحداث هيئة للمصالحة تكون مشكلة من شخصيات حزبية وشخصيات وطنية ومجتمع مدني ومثقفين، والهدف متاعها الهيئة الوطنية العليا هذه أنها تقعد تعمل وتناظر وتقنع من أجل أن نوصل للمصالحة الوطنية الشاملة، لأنه يلزم آلية باش ما نقعدوش المجهودات متاعنا مشتتة. ويخشى مراقبون من أن يحسم ملف المصالحة الاقتصادية في إطار صفقة بين الأحزاب السياسية تجري خلالها خدمة أجندات مالية ضيقة بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد والسياسيين. يجب أن يطرح باعتقادي على الهياكل وكذلك الأحزاب، وليكن مشروعا للتدارس الوطني على مستوى شعبي. لما لا؟ أنا ضد أنه قانون أو مشروع قانون يسقط إما من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية. معارضون للمصالحة الاقتصادية يرون أن مثل هذا التوجه يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على الفساد ونهب المال العام. بعد الضغوط الأهلية والسياسية سحبت الرئاسة التونسية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وها هي تعد من جديد مشروع قانون المصالحة الشاملة الذي من المنتظر أن يقابل أيضا برفض مماثل للمشروع السابق. مراد الدلنسي، تونس، الميادين.
تمكنت طالبات من الجامعة الإسلامية بغزة من إنتاج مادة الإسمنت من مخلفات الزجاج ورمادي الفحم ضمن مشروع تخرجهن، وتأمل الطالبات في أن يساهم إنجازهن بتخفيف معاناة سكان القطاع المحاصر. أحمد غانم. لأن الحاجة أم الاختراع، أقدمت هذه الفتيات على ابتكار طريقة جديدة لصناعة الإسمنت من مخلفات الزجاج ورماد الفحم، ابتكار تأمل الفتيات أن يسلط الضوء على إبداعات وطاقات شباب غزة في ظل الحصار. هؤلاء الفتيات لم يفكرن طويلا قبل بدئهن العمل على مشروع تخرجهن من الجامعة. أيام وساعات طويلة من البحوث والتجارب المتواصلة أفضت إلى منحهن درجة البكالوريوس في الهندسة وبتقدير امتياز. بعد نجاحهن في ابتكار مادة الإسمنت عبر الاستعانة بمخلفات الزجاج ورماد الفحم، نجاح سيخفف وفق الفتيات من معاناة سكان القطاع بسبب المنع الإسرائيلي لدخول الإسمنت. احنا بدنا نتغلب على هاي المشكلة بانه نخفف من كميه الاسمنت اللي بتدخل من المعبر باستخدام منتجنا. حنتغلب على كذا مشكله، مشكله بيئيه ومشكله اقتصاديه وكمان مشكله فرص عمل، حنوفر فرص عمل اكثر في البلد ان شاء الله. مراحل عدة مر بها مشروع البحث الخاص بإنتاج الإسمنت حتى بلغ شكله النهائي، أبرزها تكسير الزجاج وطحنه وخلطه بالرمال ورماد الفحم والإسمنت وبنسب مختلفة، وصولا إلى تكوينه النهائي ذي الجودة والمتانة المضاعفة. فكرة المشروع كانت عبارة عن استبدال نسبة من الأسمنت بودرة الزجاج ورماد الفحم. بودرة الزجاج كانت بنسبة 25% من نسبة الأسمنت، بودرة فلاي آش كانت بنسبة 20% من نسبة الأسمنت. المنتج أقل سعرا أكثر كفاءة. عملنا تجارب عدة، اختبار كومبرسيف سترينث واختبار دراي سنسيتي واختبار ووتر أبسوربشن، وكانت النتائج إيجابية. المشروع الذي يهدف في مقابل إنتاج الإسمنت إلى التخلص من الزجاج وإعادة تدويره في مواد صديقة للبيئة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد عبر إنتاج الإسمنت محليا، لا تزال أمامه تحديات كبيرة. إحنا هلأ بعد ما أنتجنا منتجنا بندور على جهة داعمة وحاضنة للمشروع. إحنا ما فيش مشاكل تقريبا في المشروع أنه ينزل على أرض الواقع، بس هي المشكلة الوحيدة الأولى والأخيرة والوحيدة تقريبا، اللي هي مشكلة أنه إحنا مش وصلنا الدعم مادي بإيدينا حتى الآن. ويمكن استخدام المادة المنتجة في أغراض التشطيب الداخلي بشكل أولي حتى توسعة المشروع الذي يمكن أن يستوعب كميات أكبر تستخدم في أغراض البناء المختلفة عبر التطوير والتحديث. أحمد غانم، غزة، الميادين. في ختام مدينة الصور نتوقف عند شغف الناس بمدينتهم وعشقهم الأزلي لها، مع الإضاءة على أبرز شوارعها وأسمائها التي تخطت لبنان إلى فلسطين فإلى أسماء عربية مضيئة بسان طراف. الساحل الأساسي لصور هو للغرب، طلعت من أبو الأسود لا توصل للأرض المحتلة، لحدود الأرض المحتلة كل ساحل اسمه هذا لصور. كل شيء الله خلقه جمال بالزراعة وبالساحل هو اللي بيجي لمنطقة البحرية. الدنيا كلها ما في أجمل من صور، بكفي بحرها، بكفي ناسها، بكفي شجرها، بكفي جنوبها، بكفي ساحاتها، بكفي المناظر الحلوة الطبيعية والناس الطبيعية والناس اللي بيحبوا بعضهم واللي بيخافوا كتير كتير عن مدينتهم لأنها رمز الحب والبطولة والعنفوان. We'll be right back.
منصور إذا بدنا نوصفها بكلمة بنوصفها نحن أنها مدينة حية إلى روح، فيها روح. نسمي الشوارع بأسماء تعني وترمز وتعني الكثير لصور، أكثر مرتبط بالتراث. أيضا الساحات مسمي باسم إما رجالات كبيرة من رجالات صور تقول العصر الحديث الأخير، وأما مسمي باسم أيضا رموز وأشخاص يمثلوا ويعنوا الكثير لصور من الناحية التراثية والثقافية اللي لنا لحد ما. لذلك مدينة صور لازالت لحد هاللحظة هذه نتيجة التنوع الكبير اللي فيها الاجتماعي والسياسي والديني والطائفي والفكري والمؤسساتي، لازالت تشكل حالة فريدة من نوعها على مستوى الجنوب وعلى مستوى لبنان. أم الحواضر، سيدة البحار، مهد الحضارات، مدينة الحرف والأرجوان، أسماء عديدة لمدينة صور، هذه المدينة المغلة في التاريخ والتي يعود بناؤها إلى 3000 سنة قبل الميلاد، حفرت عميقا في تاريخ الحضارات وتركت بصمتها في ذاكرة كل من يزورها وفي وجدانه أيضا. بيزنطة الراف من مدينة صور في جنوب لبنان، الميادين. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. اشتباك ضربة قريبة. سيارة مفخخة الآن. سيارة مفخخة الآن. قتال شرس في الموصل القديمة ونابلس آخر الأحياء المحررة. الجيش السوري يسد هجمات المسلحين على محور القابون جوبر ويستعيد العديد من النقاط. مناورات إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة المحاصر، وحماس تحمل الاحتلال مسؤولية أي تصعيد. تظاهرات في بيروت رفضا لسياسة فرض الضرائب على أصحاب الدخل المحدود. الجيش اليمني يتوعد بضرب أهداف أبعد من الرياض بعد إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة جوية قرب الرياض. دائما المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحة الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوافيكم زميل علماء اللح بنشرة جديدة على رأس الساعة. إلى اللقاء.